يعني تم بحمد الله أمس تفيز جميع جوازات الحجاج الخارجين هذا العام لأداء مناسك الحج والعمرة، وهذا بفضل الله وكرمه أنه جميع الجوازات تم التأشيرات لهم، والحجاج إن شاء الله سيسافرون في الموعد المحدد لهم وهو يوم الثلاثاء الخروج من غزة، ويوم الأربعاء الفوج الأول 730 حاج، والفوج الثاني باقي العدد وهو 1322 حاج. هذا من ضمن البعثة والبعثة الطبية والإعلامية والشركات والجميع. الحجاج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وليس للحج المبرور جزاء عند الله إلا الجنة. هذه بشريات لحجاجنا الكرام. فرحتنا في الحجة إن شاء الله، ربنا صبرنا على كل هذا اللي صبرنا عليه، والحمد لله إن شاء الله بنروح بخير وسلامة، وبنيجي من الحج وبنكون مبسوطين إن شاء الله. إلي مسجل حوالي 11 سنة، 11 سنة إلي مسجل، وصبرنا والحمد لله نولي. أنا مش طالع اسمي، أنا حجيت مع الحج عادي في 2001 وسجلت، وبعد ما سجلنا معاه قالوا إنه اللي فوق 65 سنة ممنوع يحج، وأنا فوق 65 سنة، لكن نتمنى في الأيام القادمة نطلع سمينا ونحج إن شاء الله. شعب فلسطين أتمنى من ربنا يحرر فلسطين ونرجع لبلادنا تاع الزمان ونعيش حياتنا اللي كنا عايشين لأحسن من هذه الحياة. الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جوالبوا وزاروا الحرام ولا لا إله إلا الله.